السلام عليكم. اليوم حبينا نتكلموا على المشروع نتاع الفندق الشاطونوف بوهران، واللي يقع في منطقة تراثية، منطقة تاع آثار تاريخية لمدينة بوهران، تعود إلى الحقبة الإسبانية والعثمانية وإلى قرون مضت. إذن في هذا المحيط التراثي تم يعني اتفاق على إنشاء فندق، وللأسف الشديد الفندق هذا منذ بداية الإنجاز تاعه في التسعينات، الثمانينات والتسعينات القرن الماضي، يعني حوالي 30 أو 40 سنة الأشغال تتوقفت، وبسبب يعني الوضعية القانونية تاعو، يعني بالنسبة للمحيط التراثي تاع المنطقة. إذا الآن زار هو والي ولاية وهران، وفيه نية لاستكمال المشروع هذا بعد ما كنا نتكلموا على وضعه في تحت تصرف بلدية وهران، يعني استعماله كمقر البلدية، ثم الآن يعود المشروع إلى يعني لا ديستيناسيون تاعو الأصلية، وهي فندق ذات 5 نجوم. سوف إن شاء الله تتم الأشغال، وسوف نكيف المحيط تاع الفندق هذا مع المحيط التراثي يعني المحيط اللي موجود فيه. اترككم تتابعون يعني وش التصريح نتاع والي ولايه وهران في هذا الموضوع، والسلام عليكم. دونك هذه العماره الضخمه شاتو نوف، جينا من اجل كذلك يعني الاطلاع عن قرب على هذا المشروع هذا اللي كان يعني انطلق في نهايه السبعينات، وبالذات في سنه 79، وكانت فيه اشغال، وبعدين يعني هذا المشروع هذا عرف توقف، وبعد ذلك استأنفت الاشغال، وفي التسعينيات يعني تم التوقف تماما عن الأشغال، وأهمل هذا المشروع هذا، وأصبح بالفعل يعني عمارة مجهولة، عمارة يعني اللي طرحت العديد من علامات الاستفهام على مستوى ساكنة الولاية. اليوم جينا يعني باش نرفعوا هذا علامة الاستفهام هذه. ما تم التحقق منه اليوم أن هذه العمارة يعني أول قبل كل شيء كانت في بداية الأشغال على أساس أنها فندق تابع للونات، دونك لوفيس ناسيونال دو توريزم. بعد ذلك كانت في إجراءات يعني اتخذت من طرف السلطات العليا للبلاد، وتم تحويل يعني هذا المشروع هذا إلى البلدية. سيد رئيس البلدية يعني غير متأكد من وجود يعني وثائق الملكية نتاع المشروع هذا، طلبنا منه باش يكون فيه عقد اجتماع طارئ يعني خلال اليومين أو 3 أيام القادمة، و يعني يتم البحث على جميع الوثائق اللي تثبت الملكيه نتاع هذا المشروع هذا حتى نعرف ذلك. ما تم الاتفاق كذلك يعني هنا، فالكل يعني اكد على ان هذا المشروع هذا لازم يتم اتمامه ومواصلته في نفس يعني الظروف اللي تم يعني الانطلاق نتاعه، وهو يعني تشييد فندق 5 نجوم على مستوى المنطقه، على ان تكون الاشغال يعني تتلائم والمحيط الموجود به. الكل يعرف بلي باش يعني هذه البنايه دي شويه دي في منطقه يعني اثريه اللي تزخر بالعديد من العمارات والمناطق الاثريه ذات القيمه العاليه على مستوى ولايه وهران، فالكل اتفق على انه نبقاو في نفس يعني الانطلاقه الاولى وهو فندق، ولكن على ان تكون يعني على ان تكون الاشغال نتاع التهيئه وكذلك الاشغال الثانويه تدمج هذا المشروع هذا مع المحيط الموجود فيه. وهنا كذلك نشوف يعني القانون والتشريع ما يسمح ماذا يسمح لنا القيام به من اجل اتخاذ هذا الاجراء هذا.